ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة ومسكة العروس، إحدى الأمور الجميلة التي تهتم فيها العروس في ليلة العمر، ليلة الزواج. وما في أحسن أكيد من إسلام خرم أن هي تعطينا مجموعة من النصائح حول اختيار مسكة العروس وأيضا الموضة لهذا العام. هلا وسهلا فيك إسلام ونورتينا. يا منى تسلمي، شكرا لك على الكلام الجميل والحلو. يعطيك العافية تسلم. دائما يا منى مبدعة. صحيح. إسلام صراحة وتحديدا في أي شيء خاص يخص الزهور، العروس والزهور. صحيح. أيضا والعرايس. صحيح. ومن سهل الأمور. أي بالتأكيد. يعطيك ألف عافية. كيفك حبيبي، اشتقت لك كثير. وأنت بعد من جد وحشتينا إسلام. يعني أنا شايفة طبعا مثل ما أنتم شايفين مشاهدينا العديد من مسكات العروس كلها من الورود الطبيعية. دحين بالتأكيد إسلام حتوضح لكم أكثر إيش موضة هذه السنة وإيش بيناسب الألوان اللي بتناسب فستان الزفاف. صحيح. حيكي مرة ثانية. الله يسعد قلبك يا رب. طبعا حنحكي اليوم عن مسكات العروسة، كيف العروسة مثلا بتحب تقتني مسكتها بيوم زواجها. طبعا هي أحلى ليلة، فبتحاول دايما نحن لما بتجي العروسة بتقلي إسلام إيش اللي بتنصحيني؟ أول سؤال بسألها يا للعروسة، شو فستانك؟ شو هو درجات ألوانه؟ شو الإكسسواريز اللي نازل أنت بفستانك للعروسة مثلاً؟ إذا هو فستان العروسة إكسسواراته كتير، تحاول تأخذ المسكة سيمبل وتكون راقية وفخمة، نوعية الورد يكون فيها راقي ويكون الإكسسوارات فيها مرة تكون ناعمة. إذا كان الفستان كتير إكسسواراته، إذا كان الفستان إكسسواراته كتير حناخد بالعكس، تكون المسكة كتير قليل الاكسسوارات تبعها. نعم. طبعا تعتمد على الورد، واذا كان كتير الاكسسوارز حيكون قليل بالمسكة. حلو. هيعتمد على الورد مثلا نوعية الورد او شو هي انواع الورد او شو الريبون او الستان حينربط في المسكة. اذا كان الفستان كتير قليل اكسسواراته فحنضطر نحن مثلا نحاول عشان ندخل تبرز الفستان. صحيح. أكثر. نحاول ندخل اكسسوارات تكون مثلا فخمة وراقية، طبعا تتناسب الوان الاكسسوارز على انوان الفستان اللي هي نازل على الفستان. طب اذا نبدا بهذه، يعني هذه للملكة، يعني مثل ما احنا شايفين الألوان. نعم. بعد منى انه زهر وابيض. يعني كثير من تحديدا في الملكة انه بيكون الوان فساتينهم يا لؤلؤي يا مثلا زهر. تشرح للمشاهدين. طيب هلا حاشرح لك. هلا عندك العروسة لما اوريدي حتاخذ مثلا عندها اكيد الكوشي، عندها الطاولات، عندها الاريجمنت اللي حتختاره للتيبل والطاولات، نوعية الميك اب اللي عم تحطه. هلا اذا كانت الكوشي مثلا داخل عليها الورد السكري، القاعة كلها عندك الورد سكري، فحلو الدخل. إذا كان مكياجة لونه على مثلا لحمي، على لون مثلا البينك الناعم، فحلو أنه تدخل لون السكري مع البينك. فبيطلع شكل المسكي مرة حلو. حتى نسقت بالإضافة مع وردة. يعني هنا المشاهدين طبعا عشان المشاهدين بعد يشوفوا المسكة يا إسلام تشرحي لهم أكثر. طبعا عندك اليد المسكي مثلا هون إنه كيف ممكن عليها يسوي المسكة. طيب أوكي، هي عندك هون مثلا فستانة ممكن يكون داخله دانتيل مسدولين. أوكي. فحلو أنه تدخل على المسكة دانتيل. اكسسواراته خفيفة. أنا دخلت بنهاية المسكة الشوارفسكي. طبعا الحين مثلا أكثر شيء لما بسأل العروس على مثلا فستانة، إذا قالت لي إسلام أنا فستاني مثلا إلين الخصر وباقي منفوش من تحت، فحلو أنه تعمل المسكة على مدور. هي مرة مرة ملاحظة كتير حلوة. العروسة إذا كان مثلا فستانة للخصر ونافش، فحلو أنه تأخذ المسكة على مدور. هي أصبحت دارجة على فكرة المسكة المدورة بشكل كبير. صحيح. 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 طب وإذا كان ضيق الفستان، إذا كان ضيق حلو مثلا تأخذ نحن إلا رمش العين تكون شوي طايحة. أها. في لا مثلا اكسسوارز طايح شوي، فهي بتعتمد على هي نوع فستانه. بس الحين اللي دارج اكثر شيء هو عندك الراوند المدور، في عندك نوع الورد هي اللي بيجيك البيونيا. انواع البيونيا ممكن يكون على سكري، ممكن تكون على بينك، زي ما قلنا حسب انواع الورد اللي هي داخل بكوشتها. في عندك هون الجوري، طبعا من ارقى انواع الورد اللي دائما بتحب دائما العروسه تقتنيها اللون الاحمر. اي طب لو تشرحي لهم توريهم قبل ما يداهمنا الورد، فهو نحن عم نعمل عمل يعني بعد شوي. طبعا لو في عندك نوع الورد التوليب، هذه مره حلوه كمان. جميل. من انواع الورد اللي حلو المسكه مره انه العروسه كثير بتحب تقتنيها. ليش بتقتني مثلا؟ في عندك نوعيات الورد اللي بتكون تاخذ معها وقت اكثر للتصوير لوقت الزفه، فحلو تاخذ عندها التوليب، عندها التوليب، عندها الهيدرينجيا مثلا، عندها البيونيا، عندك الجوري اللي بياخذ وقت اكبر مثلا وقت التصوير، يكون مره مره يكون جميل وحلو وبيلفت نظر بنفس الوقت. الالوان اللي درجه فيه عندنا هي زي ما قلنا البينك والسكري، عندك الاحمر زي ما قلنا حسب ما تقتني هي شو انواع الالوان الورد متوقفه اكيد على المكياج على الالوان. التوليب مره. صح. حلو على التنسيق، فيه بيجيك منه السكري، بيجيك منه البينك، ممكن دخل السكري مع البينك حسب هي ذوقها شو بتحب. حتى هذا لونه مره رائع. جميل جميل جدا. الاصفر الفاتح. طبعا في عندك هون مسكه العروسه اللي شايفينها هيدي كمان البيونيا، اللولو
هلا ممكن العرس يكون داخل في فستانه لولو فحلو تدخل شويه اكسسوارات لولو، او مثلا يكون سمبل وساده فحلو تدخل اللولو، وممكن تدخل برضه الشوارفسكي حسب بيعتمد على انواع الفستان او لون الفستان اللي هي حتدخله بفستانه. حنبدا الحين نسوي عشان يليق بالفستان. اذا في تايم عنا في وقت في معنا وقت تفضل نعمل السكر والموف، شو رايك؟ اي حلو مره. طيب ناخذ عنا، نحاول اليوم نشوف حتى نسهل على الست اللي عم تتابعنا اليوم، نحاول نعمل ورد صناعي. طبعا الورد اللي احنا شايفينه نحاول نشيل منه هدول الاضافات. تساعديني؟ ايوه انا بعطيكي. يعني حلو حتى العروس انها هي تختار منى وهي تسوي المسكه حقتها. اكيد وحتبدع فيها. صحيح. سبحان الله، لان ليها هي شيء لها. صحيح. هلا هي ممكن مثلا اذا حبت هي تقتني تعمل شكل معين وتاخذ للمصمم مثلا يعمل لها اياه، ممكن يعمل لها اياه من الورد الطبيعي، بس تحاول تقرب له الفكره اللي هي بدها اياها. طبعا انا شايف الورد ليك عم قصقص منها هدول الاجزاء. أيوة. الورق اللي طالع منها ححاول ادمج انا السكري مع الموف. السكري مع الموف ليش اخترتي مثلا سكري مع الموف مجدولين؟ اذا ليه؟ حلو، ممكن يكون الفستان حقها لونه سكري. هو سكري بس ممكن يكون داخل بالورد اللي عندها هي بقاعتها مثلا او بشبكتها او بزواجها مثلا، مفارش الديكورات. سلام عليك. صحيح. صح. او الميك اب تبعها مثلا ممكن تدخل هدول اللونين بيطلع مره حلو. حتى المسكه تليق للاستديو ترى. طبعا. شوفي. مره صح صح. طيب انا هدول الاشياء اللي عم شيلهم انا علشان ليه؟ هلا ممكن تسال الست انه ليه انا عم شيل هدول الاجزاء اللي هنا؟ يكون اسهل في تجميعهم. صحيح. عشان فكره التجميع كيف حيكون تجميع مثلا المسكه تكون بطريقه سلسه وسهله وتكون طولها مثلا معين. حلو. انا عم شيل الورق الاخضر منه بس تقرب الفكره. حنعمل مسكه ناعمه بس تنقرب الفكره للي عم يشوف. جميل. ندخل بعده معاها الموف، ودائما اذا هي بتحب مثلا تختبر نفسها او تحاول مثلا اذا داخله بمجال الفلاور او الورد او التنسيق دائما تعتمد على الورد الصناعي. كثير حلو بالتنسيق فيها، تاخذ مثلا الشكل اللي هي بدها اياه. بعدين بيفضل ذكرى عندها ترى. صحيح. بيفضل ذكرى عندها. هذا الورد الطبيعي ممكن انه يذبل ويخرب بسرعه. هلا هو الورد الصناعي انا بقول لك شغله، اذا حبت مثلا ست حابه تقتني مو تحاول تختار اي نوع ورد. بس في عروس بتاخذ اسلام المسكه حقتها تكون ورد صناعي؟ ممكن تاخذها اذا كانت على سفر او بتقول لك انا ابغاها تكون كوبي. هلا في عندك نوعيات ترى ورد يا منى نفس الطبيعي 100%. في عندك نوعيات ورد ما بتنلقى باي وقت باي موسم. فبتقول لي في بكون هي مثلا مختاره نوع معين من الورد، في مثلا عندك البيونيا ما بينوجد باي وقت، فهو موجود منه كوبي طبيعي بتحسي كانه طبيعي. بتحاولي تنسقيه أيوة بطريقه طبيعي. تكون حلوه وتدخلي لها، ما بيمنع انك تدخلي لها مثلا معها كورد صناعي مع الطبيعي بيطلع مره حلو. حلو. اوكي حنحاول هلا هيدي نجمعها مع بعض. هلا اذا شافت مثلا هون في تنتين، في مثلا ممكن تستخدم القطاعه بهالطريقه. طيب في موضه لهذه السنه اسلام ولا هو الاشكال والموديلات هي واحده تقريبا؟ تحاول دائما تقتني مثلا الاشياء اللي بتناسبها، تحاول دائما تعتمد على نوعيه الورد يكون راقي. يكون مثلا ناعم، ما تحاول تدمج كثير الوان بالورد. أيوة. تعتمد على لون معين او لونين حصريا، يعني اذا كان مثلا دارك مع الكاشف، غامق مع الكاشف، مثلا نحن حطينا السكري دخلنا معاه الموب بيطلع بطريقه مره حلوه والتنسيق مره. لك جمعت المسكه انا جالسه. ايوه شايفه ده. شفتي كيف سهل التنسيق؟ انا لما عم شيل منه هيدا الورق الاخضر جاهزه لو كذا هلا عم تشتغلي. عم تحاول طلعت المواهب يا مسجدين. نحط الموف صف واحد. جميل. ويكون باقي كله. صحيح. حاولي تنزلي جنب الورد الكبير مثلا، عندك في روز بيكون مفتح جنب منه، فيك تحطي السمول صغير. حاولي تحطي هيك الطريقه بهالطريقه، وحده مثلا موف معها سكر نعكس بس احلى. هي حابه تعمل مسجدين، حابه تعمل زي مصممه زي شريط كذا بالموف في النص. ايوه من جد حتلاقيه احلى وحيبرز اكثر لان انت مسويه هنا دمج. اوكي صحيح. خلينا نسوي هذا الموديل الغريب. اوكي اجرب اذا انا اقدر اسوي كذا. ايوه بيت. حركه حلو انه مره. إيه؟ لان عم بقول لك الورد الصناعي مره حلو انك فيك تاخذي فيه اكثر. بيكون سهل يعني اسلام بالتنسيق. صح. كثير كثير سهل وحلو. حلو. ما نعمل لك هلا اللي بتحب مثلا، اللي يلا مثلا حابه مثلا تنسق او ورد طبيعي او صناعي مثلا بشكل الورد الطبيعي تعتمد على الصناعي في البدايه. جميل. هذا الحين بس سوي لي ابيض. مره حركه حلوه. ايش رايك؟ كثير حلوه بالله. كثير كثير حلوه. لازم اعمل معك حركه. خلينا نشوف على الكاميرا. مره حلوه بس تنسيقي مشاهدين. هلا هلا هيدي صح منى؟ كثير مختلفه عن جد جميله. هذه فكره انا اديتك فيها اسلام. الله يعافيك. دحين ما تسوي لي الا شوفوا بشرط عليها، اقول لها ما تسوي لي الا ابيض. ايوه. هلا المسكه اللي عملتها مجدولين حلو.
مره جميل، اظن حجمه هيك حلو. اي لو الكاميرا تقرب لنا فعلا نشوف المسكه اللي مزدوجين سوتها. عملت النافر من هنا أيوه مزدوجين ودخلت على جوانب الاوف وايت، مره حلوه. المشاهدين مره جميله. كيف غريبة. كيف اعمل الفينش الاخير اسلام اللي هو علشان اخليها مدوره؟ يا سلام عليك. هلا الفينشينج الاخير، انت لما بتجمعي لازم يكون في عندك القالب، هدول القالب اللي بنستخدمهم احنا الاشياء الرولات اللي بنستخدم فيها الساتان او الاقمشه او السلوفان، فانا دائما بستخدمهم للقالب عشان يطلع معي شكل المسكه مره مرتب وما يعور يد العروسه. بس بنجمع المسكه بنحاول نربطها بالساتان او الريبون، عشان بس اوري لكم الفكره كيف النهايه او الاضافات تبعها. طبعا ناخذ مثلا الريبون الموف، نقص الستان عشان المسكه تمسك بعض. خلها بيدك نعقدها بهالطريقه كثير، كل ما كان الشيء سمبل وناعم مره حلو. ما بروبلم نجمعها نوري المشاهدين كيف بتسويها. ربط عادي ونرجع بنعملها عقده ثانيه بهالطريقه. هلا اذا هي حابه تعملها مره سمبل خلينا نعملها اياها زي الفيونكا، طالما دخلنا ريبون الموف لحظه بهالطريقه خلاص اوكي كذا بسالي طاحت، بس اوكي لما طاحت تناسب اكثر اعتقد. اشوف اعطتها هلا حركه، نحاول بهيك بطريقه الستان، وممكن نخلي الجذوع باينه. عرفتي منى؟ ممكن نخلي الجذوع باين اذا حبيت تكون مره سمبل، يعني عمليه خياريه خلينا نقول. صحيح اذا حبيت، اذا ما حبيت مثلا تكون بهالطريقه، طبعا انا دمجتها بهالطريقه، ممكن تخلي الجذوع، طبعا الجذوع لازم تكون ممسوكه هيك مع بعض وتكون بطول معين. تمام، هي اخر شيء طبعا لما هي بدها تحاول تجمع. هي اذا ما بدها اياها بهالطريقه زي ما قلنا ممكن نحن ناخذ التيب او اللزاق، هيدا كلياته بنجمعه مع بعض وبنحاول نركب عليه القالب. هي فيها تختار اللي بدها اياه. شفت الطريقه كثير سهله، طريقه حلوه من جد. انا كنت جالسه اطالع كذا اقول ايش مركبه هنا كرتون. اي ما هلا كنا عم نقول هيدا الرولات شوف كثير فكرتها هيك حلوه، بتجمع جوا. اذا هي بس انا حابه مستصعبه انه والله تجمع الورده مو قادره مثلا تجمعها بطريقه تكون سلسه وسهله، فبتحاول تجمعها بهالطريقه، بتحاول تاخذ الطول اللي هي بدها اياه. طبعا هي اخر شيء بدي اكمل لك اياه. اوكي اقدر الفها بالستان، اقدر الفها بالدونتيل، اذا حبت برضه تنزل الورق الاخضر مثلا مع المسكه فيها تعمله بالطريقه اللي هي بدها اياها باي فكره بدها اياها. يعني بس اهم شيء انا بحب الا نقطه مثلا للعروسه، اذا حاولت تقتني المسكات زي ما قلنا تحاول مره تنسق الميك اب مع المسك اللي حتعملها. يعني مثلا ما تروح والله تكون مثلا عامله والله مكياج، المكياج لون والمسك لون ثاني ولا اللون الفضي، تروح تدخل مثلا معها مسكة لون ثاني، يعني مره ديفرنت. وتحاول دائما اول شغله هي مثلا عم تسال عن نوعيه الورد اللي عم تحطه بكوشتها، تحاول تنسق الورد القاعه كله مع المسك اللي هي بدها اياه. اذا ما بدها مثلا اي شيء مثلا تدخل من الالوان تكون عندها لون محايد اللي هو السكري بطريقه تكون مره حلوه، وراح يكون هو الروز هو التوليب، تدخل معاه الخضر بتناسب كل انواع الورد او كل الوان الورد. اذا هي مثلا ما هي عارفه، ممكن اهل العريس مسويين الكوشه حب منحرجي منهم ما حب تسالهم، فتحاول دائما تعتمد اللون الاوف وايت او ما تاخذ لون ثاني، تحاول تعتمد على اللون السكري اونلي. فعلا هو الموضوع مهم انه الالوان المسكه انه تكون تناسب الميك اب اكيد المكياج حق العروس. صحيح فعلا هذا تحاول مثلا اذا اختارت انا مسكه مثلا اخذتها مثلا كثير حلوه وراقي، تحاول تخفف من الاكس الاكسسوارز اللي هي لبسته على فستانه، تحاول تبرز فستانه، تبرز المسك اللي بيدها. وزي ما قلنا اذا كان الفستان هو كثير اكسسواراته تحاول دائما تاخذ المسك مره سمبل بس تكون راقيه وفخمه، يعني تعتمد على المسك تكون الغريبه، نوعيه الورد تكون الراقيه. طب تورينا دحين كيف للمشاهدين كيف. طب يلا خلينا نكمل هلا هيدا. هلا عندي هيدا القالب نحاول نلفه الحين بالدونتيل، ايش رايك؟ اوكي. يعني ما في قاعده معينه اسلام كموديلات جديده في المسكات من سنه الى سنه ثانيه، هي بتعتمد اكثر شيء على الالوان على كذا؟ عندك مثلا من سنه كانت الاكسسوارز الكريستال اكثر، الحين لا، لاني حسب الفستان زي ما قلنا لك. دائما بتعتمد على نوعيه فستان، اذا هي فستانه كثير سمبل تحاول تاخذ تعكس الموضوع، تعكس دائما تعكس ما تاخذها اوفر، يعني بتعتمد على الاشياء المكمله للمسك. كثير اكسسوارات وكريستال وبياخذ المسك كثير، يعني ما حيطلع ابدا ابدا حلو، فتحاول دائما تاخذ تعتمد على الاشياء السمبل. اذا كان الفستان فيه كثير اكسسوارات تاخذ بالعكس، اذا فستانه سمبل بتحاول تدخل اكسسوارات او الكريستالات في المسكه.
طبعا انا هون باخذ الدانتيل، لك الدانتيل ممكن هلا اكثر الفساتين اللي درجه فيها ساتان او فيها دانتيل ما بيمنع انه تاخذ من الاقمش اللي هي في فستانه تدخله على المسكه بيطلع مره طريقه. جميل. فكرته حلوه. هلا انا بلف هيك بهالطريقه بثبتها. حلو تحديدا اذا كان الفستان حقه مثلا خياطه صح انه تاخذ جزء منه جزء من المسكه حقتها. كثير حلو صحيح بيطلع مره فكرته حلو. هلا اكثر في منهم بيعمل الدانتيل مثلا بيعملوا زي فكره النفشي على المسكه إيه لفوق إيه. اهم شيء هي تكون هلا المسكه اللي زي ما قلنا منى زي ما قلتيها انه هي اللي دارج الحين هي مدور ففكرتها كثير حلوه. ممكن تعملها زي نفاش مثلا بالدانتيل بالستان حسب هي شو بتحب شو بتستحلي. وزي ما قلنا دائما تحاول مسكتها تكون راقي لاني فعلا هي بهذا الليله اكثر شيء هو اللي بيبرز وبيسالوا عنا هي مسكه العروسه. نحاول نثبتها. انتبهي يدك بهالطريقه سهله وبسيطه يعني صحيح. هي احلى لو كان كذا طولها يعني كل ما قصر ال اي 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 حاول مثلا كيف شو بتحب مثلا ممكن تكون تمسكها بهالطريقه ترى حتى في عندك بقى مسكات للعروسه كيف تحاول تمسكها او كيف تتبدا فيها وقت التصوير فبتكون بطريقه حسب شو بتحب. ممكن تدخل الريبون من الاعلى ممكن تدخل الساتان من الاسفل ممكن تحط الشوارفسكي من النص ممكن من الاعلى ممكن حاول هي شو ما بدها العروسه تبدع فيها. بنقول الله يبارك لك كل العرايس يا رب. امين يا رب العالمين يعطيك الف عافيه. طبعا الله يعطيك الف عافيه اسلام شكرا لك شكرا على هذه التصاميم الرائعه. طبعا مشاهدينا بالتاكيد يعني وختامها مسك ومسكات عروس بالتاكيد مشاهدينا دحين حناخذ هذا الفاصل ونرجع لكم مره ثانيه. انتهى اكيد حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بموضوعاتنا اللي طرحناها لكم اليوم وعن ليله العمر الجميله، نتمنى ان تكون ايامكم كلها سعاده وافراح، ومن هنا الى ان نلقاكم يوم الاحد القادم نترككم في حفظ الله ورعايته، مع السلامه. بالتاكيد وايضا مشاهدينا اشكر اسلام واشكركم لحسن متابعتكم ولطيب متابعتكم، اترككم في رعايه الله وحفظه، شكرا لكم والى اللقاء.